في الختام لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد محمد يعقوبي ختام لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد محمد يعقوبي على المجهودات التي بذلها وعلى الكفاءة والتفاني والعمل الجاد والدؤوب الذي أبان عنهم خلال مدة توليه المسؤولية بهذه الجهة، وأهنئه على تجديد الثقة السامية في شخصه كوالي جهة الرباط سالة القنيطرة وعاملا على عمالة الرباط. أخو صادق، أخو صادق، نحن في الخدمة ونواهمنا